معنا هاتفيا من صفاقس أستاذ الفكر السياسي دكتور سامر حمدي. مرحبا بك دكتور سامر. كيف كان اليوم في أول انتخابات بلدية في تونس بعد الثورة؟ أهلا أستاذ، السلام عليكم وتحية لكل المشاهدين. عليكم السلام ورحمة الله، حياك الله. الحقيقة أن هذه الانتخابات التي تجري اليوم في تونس هي مرحلة جديدة في الانتقال الديمقراطي التونسي الذي شهد من قبل محطات انتخابية سابقة سنة 2011 وسنة 2014. لكن لدينا جملة من الملاحظات حول الانتخابات الأخيرة، الانتخابات البلدية، وهو أنه بداية يمكن أن نلاحظ أنه ثمة نسبة انخفاض في عدد المشاركين من الجماهير الشعبية. ما أسباب هذه المشاركة الضعيفة دكتور سامر؟ بالطبع نحن نقارن بانتخابات 2011 و 2014، يعني في 2011 بلغت نسبة المشاركة 52% من نسبة المرسمين في القوائم. 2014 كانت نسبة المشاركة قد وصلت إلى 69%. الآن نتحدث عن نسب قد لا تصل إلى 30%، وهناك عدة عوامل قد تفسر هذا المشهد. نعم. بداية يمكن القول أنه حالة العزوف التي يشعر بها جزء من الشارع التونسي ناتج عن خيبة أمل في الأداء السياسي لبعض الأحزاب السياسية. ثم أنه المشهد السياسي العام، يعني القوى السياسية المهيمنة على المشهد، إن شئنا قد جعلت نوع من حالة من الجمود في الوضع السياسي العام في البلد. نعم. باعتبار سوء تعاملها مع كثير من الملفات الشائكة والصعبة مثل مسائل البطالة وغيرها من المشاكل التي يعانيها الشباب التونسي. لهذا نلاحظ أن نسبة العزوف غالبا سجلت في الأوساط الشبابية، يعني في الأوساط المرسمين الذين أعمارهم دون 35 سنة. هذه الآخر أنه هناك تعمل. نعم. عفوا دكتور سامر، كما أشرتم هذه النسبة الضعيفة أو المقاطعة من الشباب، هناك من يراها هزيمة لثورة 2011. هل استطاعت الثورة المضادة الناعمة كما يقال أن تصل لأهدافها في تونس؟ ألو، أسمعك دكتور. ألو. سامر، تسمعني دكتور سامر؟ لك مشكلة في الاتصال. شكرا جزيلا لك من صفاقس أستاذ الفكر السياسي دكتور سامر حمدي.